فحص الشتوي للسيارة تقريبا كل يعني كل أول فصل شتاء شهر 11 لازم كل صاحب سيارة يفقد بركات سيارته، يفقد الكاوتشوك، يفقد المساحات، الغمازات، كل سيارة لازم هيك، يعني زي ما الواحد بيفحص حاله عند الدكتور بده يفحص حاله عند السيارة. فحص الشتوي لازم يكون الواحد معه الفرامل تبقى كويسة ممتازة، العجال برضو مش ماسحة، الغمازات شغالة، المساحات، هذا هو فحص الشتوي، يعني السيارة تبقى جاهزة لفحص كل إشي، يعني مش زحلك. تيجي شغلة دورية، يعني لازم كل واحد طالع بسيارة زي هيك كل أسبوع كل 10 أيام، كل ما يحس بسيارته فيها إشي يروح يميل على المختص ويجهز سيارته للفحص الشتوي. بيبدأ من العجال، فحص الإطارات، فحص البركات، فحص الأضوية، كزاز الأضوية، كزاز الأضوية دائما ما بيكون خلال السنة بيكون مغبش، لازم ينحل ويتنظف. وفحص الأضوية صح، فحص الإطارات وفحص البركات، شغلات زي هيك، يعني الشغلات الضرورية. أهم شيء العجال، أهم شيء فحص العجال، الإطارات، إنه بدهن تجديد، بدهن تغيير، بدهن إشي، لأنه دائما طالعين من صيف جايين على شتاء لازم يتغيرن، عشان العجل لما بضرب بريك يمسك بالشارع. هذا هو الفحص الشتوي عادة، يعني إجمالي فحص الأضوية، فحص الإطارات، فحص البركات، أهم شيء ثلاث شغلات هاي. بالنسبة للفحص الشتوي يجب أن تقوم الشرطة الفلسطينية بفحص المركبات من إضاءة، من بركات، من حتى البلدية لازم تتبع الشوارع التزحلق وأضواء الشوارع، ويعني لازم يكونوا متابعين كل يوم على حركة السير، أهم شيء لأنها هي اللي بتعمل الحوادث.